السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته هل انتم الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في الفيديو الجديد، ورد من خلال راح نشارك معكم ترتيب المنتخب الوطني الجزائري بعد فوزه امام منتخب اوغندا بثنائيه مقابل هدف وحيد. كذلك راح نشارك معكم تصريحات الكوتش جمال الماضي وبعض الاخبار المختلفه التي سنتعرف عليها انا واياكم ان شاء الله في نهايه هذا الفيديو، فابقوا معنا. واذا كنتم تشاهدون للمرة الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام الظاهر امامكم. طبعا اعزائي الكرام، بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره منتخب اوغندا، هنالك بعض المواقع يعني التي تعمل نفس العمليه الحسابيه الخاصه بموقع الفيفا، ولكن الحاجه الاضافيه على موقع الفيفا هو انه هذا الموقع اللي راح نبارطاجي معاك المعلومات نتاعو يعمل يعني تحديث يومي وليس بشكل شهري عكس موقع الرسمي الخاص بالفيفا. فلهذا فوز المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب اوغندا يعني حصدنا به 6.90 نقطة اضفناها الى رصيد المنتخب الوطني الجزائري من اجل الصعود في ترتيب الفيفا. اما بالنسبة لنظيرنا المنتخب الاوغندي يعني حذفت منه 6.90 يعني نقطة من ترتيب الفيفا او من رصيده، واضيفت الى المنتخب الوطني الجزائري. وهذه الارقام تعتبر ارقام نوعا ما كبيرة جدا، لانه هذه المباراة رسمية تندرج تحت يعني اسم وتحت مظلة الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لانها اعزائي الكرام هذه المباراة هي مباراة تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا سنة 2024 بالكوت ديفوار. على كل حال، قبل مباراة منتخب أوغندا، قبل ما نفوز عليهم أعزائي الكرام، حسب الموقع الرسمي للفيفا المنتخب الوطني الجزائري في المرتبة 34، وبعد مباراة أوغندا والفوز عليها حسب هذا الموقع يعني المنتخب الوطني الجزائري حافظ على المكان نتاعو دوليا في المرتبة 34، يعني ما تحركناش أعزائي الكرام، ولكن أضيفت لنا في نقاط الفيفا بعض النقاط، وهذا مما ساهم في بقاء المنتخب الوطني الجزائري في المرتبة نتاعو. المنتخب الوطني الجزائري حافظ على مكانته الدولية ألا وهي 34، وكذلك حافظ على مكانته القارية في المرتبة الرابعة كما تشاهدون بعد المغرب وأيضا السنغال وتونس، والمنتخب الوطني الجزائري في المرتبة الرابعة. المنتخبات اللي سقطت عندنا منتخب يعني المغرب اللي سقط مرتبة واحدة دوليا، وكذلك المنتخب التونسي اللي سقط مرتبتين يعني دوليا في ترتيب الفيفا، ولكن حافظوا على مكانتهم في يعني الترتيب الخاص بالقارة السمراء. فاحنا ما تقدمناش وما هبطناش في ترتيب الفيفا، بل اضيفت لنا بعض النقاط كما تشاهدون حوالي 6.90، كان رصيدنا 1504.19 اصبح في رصيدنا 1511.09، فهذا يعني الفوز ساهم في بقاء المنتخب الوطني الجزائري في مرتبته في ترتيب الفيفا، وهذه النقطة مهمة جدا أعزائي الكرام، لانه حاليا احنا رانا في المستوى الاول يعني بخصوص القرعه الخاصه بتصفيات المؤهله لمونديال 2026، ولازم نحافظوا على المكانه نتاعنا ونكونوا في المستوى الاول وما نكونوش في المستوى الثاني لكي لا نلاقي يعني منتخبات شمال افريقيا وتكون الماموريه سهله قليلا. ما راش نقول باللي انه سهله لو كان نكونوا يعني في المستوى الاول ونلاقيوا المنتخبات ذات المستوى الثاني، لانه جميع المنتخبات في القاره السمراء تطور مستواها، ولكن احنا رانا باغيين نتفاداو يعني منتخبات شمال افريقيا. على كل حال، ننتقل الان الى الخبر الموالي ونشارك معكم تصريحات الكوتش جمال الماضي اليوم الذي صرح قائلا: هدفنا دائما تطوير طريقه لاعبينا، وسنلعب امام منتخب يعد من بين افضل 3 منتخبات افريقيه، وكذلك يعد منتخب مونديالي عادة ما تكون مباراتنا معه صعبة. يتكلم عن المنتخب التونسي. كذلك صرح قائلا: منتخب تونس يمتلك إمكانيات كبيرة، ودائما ما تكون هنالك صعوبات في المواجهات المباشرة بين المنتخبان، وسنقدم مباراة جميلة أمام جمهورنا. كذلك صرح قائلا: نريد أن نلعب مباراة جميلة أمام جمهورنا في ملعب عنابة، وإن شاء الله سنلعب لقاء في المستوى، لم نلعب هنا منذ فترة طويلة، التواجد في عنابة يسعدنا وأصرينا على اللعب هنا في هذا الملعب، اللاعبون سعداء بالتواجد هنا، هنالك يعني من لا يعرف هذا الملعب وسيكتشفه غدا. أما بالنسبة لتصريحات أخرى صرح قائلا: ملعب عنابة تم إعادة تهيئته واستقبل الشان وكأس أفريقيا لأقل من 17 سنة، والآن جاء دورنا من أجل اللعب هنالك. كنا نتمنى منذ فترة طويلة أن نلعب في عنابة، وأصرينا على اللعب هنا، وجميع اللاعبون متحمسون لاستكشاف الأجواء في هذا
الملعب. كذلك صرح قائلا: المغرب الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم تعادل أمام الرأس الأخضر الكاب فيرد وخسر على يد جنوب إفريقيا، فإفريقيا لم تعد سهلة. فبالماضي كل مرة راح يصرح بمثل هذه التصريحات، لأنه مستويات المنتخبات القارة السمراء تطور بشكل ملحوظ جدا على الذاكران في السنوات القليلة الأخيرة، خاصة هاتين السنتين الماضيتان، كي سقط المنتخب الوطني الجزائري وتكسرت سلسلة الهزائم نتاعو على يد يعني غينا الاستوائية الذي نفسه فاز على المنتخب التونسي بهدف دون رد. فلهذا مستويات المنتخبات الإفريقية تطور، وما تقولش باللي أنه هذا المنتخب الفلاني على سبيل المثال ما عندوش يعني تاريخ كبير ما قدرش يفوز على المنتخب الجزائري أو المغربي أو التونسي. لا بالعكس عزيزي الكرام، قادر المنتخب ما معروفش من سيعزيزي الكرام في القارة السمراء قادر يفاجئ يعني منتخب مونديالي من القارة السمراء. فلهذا يعني على كل المدربين في القارة السمراء اتخاذ هذا الدرس، هو أنه لازم تدرس الخصم نتاعك من كل الجوانب ومن كل النواحي، يعني تدرس جميع السيناريوهات المحتملة من أجل عدم السقوط في فخ هذه المنتخبات. على كل حال ننتقل الآن أعزائي الكرام ونشارك معكم ما هي مكاسب المنتخب الوطني الجزائري التي حققها بعد فوزه أمام منتخب أوغندا. المكسب الأول هو التأكيد على عودة الخضر لسكة الانتصارات، وحاليا أعزائي الكرام المنتخب الوطني الجزائري لم يخسر في العديد من المباريات ما شاء الله، وإن شاء الله ما يزيدش يخسر. كذلك المكسب الثاني هو تجربة لاعبين جدد، وكذلك تجربة الأجواء في القارة السمراء في قلب ملعب جابوة. كان يعني مباراة كانت مهمة جدا لعناصر المنتخب الوطني الجزائري خاصة للاعبين الجدد. أما بالنسبة للمكسب الثالث هو نجاح ضبط التشكيلة الثانية. فحاليا أعزائي الكرام عدنا تشكيلتين مثل ما كان عدنا بالضبط في كان 2019. أما بالنسبة للمكسب الرابع هو الفوز بنقاط في ترتيب الفيفا، مما ساهم اليوم أعزائي الكرام بالحفاظ على مكانتنا في المستوى الأول. كذلك المكسب الخامس هو تحقيق العلامة الكاملة، ولحد الآن أعزائي الكرام في رصد المنتخب الوطني الجزائري 15 نقطة، وهو المنتخب الوحيد في القارة السمراء اللي حافظ على يعني العلامة الكاملة لحد الآن، ولم يخسر ولا في مباراة أو ولم يتعادل ولا في أي من المباريات اللي لعبناها مؤخرا. أما بالنسبة للمكسب السادس هو إنهاء أزمة ملعب جابوما، الذي كل مرة المنتخبات اللي حابين يلعبونا أو اللي يكونوا خصوما لنا وما عندهمش أراضي يعني ميدان جيدة، فلهذا يلجؤون إلى إيجاد ملاعب أخرى. كانوا دائما يبرمجوا المباراة نتاعهم يعني في جابوما من أجل تأثير علينا سلبيا ونفسيا، ولكن هذه الأمور أعزائي الكرام يعني انتهت، وذلك بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري وإعطاء درس كبير جدا لجميع هذه المنتخبات اللي حابة تلعب على الوتر الحساس الخاص بالمنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة للمكسب الأخير السابع هو دمج اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدماء، وهذه النقطة مهمة جدا جدا جدا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في قادم المواعيد. نمر حاليا على الذاكرة إلى آخر أخبار لاعبين محترفين وتكلموا عن رياض محرز. رياض محرز الذاكرة يعني مؤخرا بعد تصريحاته مؤخرا يعني انطفأت الضجة الإعلامية الكبيرة جدا، خاصة يعني اللي كان تكلم عن انتقاله من نادي مانشستر سيتي إلى نادي أهل جدة، ورياض محرز هو الذي أطفأ هذه الضجة الإعلامية. ولكن فابريزو رومانو صرح قائلا يعني مؤخرا في الساعات القليلة الماضية: نادي أهل جدة السعودي ما زال يتفاوض من أجل يعني التعاقد مع رياض محرز. فرياض محرز الذاكره مالغري انه الاعلام يعني راه لاهي حاليا في فتره التوقف الدولي، ولكن اداره نادي اهل جده ما زالت تفاوض من اجل التعاقد مع رياض محرز، وهذه حاجه باينه راهي تفاوضوا مع اداره نادي مانشستر سيتي. وفي نهايه المطاف لازم على اداره نادي مانشستر سيتي تعطي الضوء الاخضر لرياض محرز باه يخرج، وحتى رياض محرز لازم يعطيهم الضوء الاخضر باه يخرج، هذا في حال اراد الانتقال وعدم البقاء في نادي مانشستر سيتي. وطبعا كشفت لنا تقارير اخرى ان هنالك يعني لاعبين بزاف عزيزي الكرام في نادي مانشستر سيتي وصلتهم عروض، وذلك من الدوري السعودي. عندنا كل من رياض محرز، إلكاي غاندوغان، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو، هؤلاء اللاعبين كلهم لديهم عروض من وكلائهم يرغبون في يعني نقلهم من نادي مانشستر سيتي الى الدوري المحترفين السعودي. حتى وكلاء اعمال هؤلاء اللاعبين يريدون عزيزي الكرام يعني المال فقط، لا يريدون الاحتراف بل يريدون المال للاعبيهم ومن أجل تقاضي أموال طائلة. فلهذا هؤلاء الوكلاء الخاص بهؤلاء اللاعبين حسب هذا التقرير على الذاكرة يريدون نقل هؤلاء اللاعبين إلى الدوري المحترفين السعودي. فأنتم خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات على الذاكرة، واش راكم باغين رياض محرز ونجوم هؤلاء النجوم بصفة عامة، ما تكلموش عن فقط رياض محرز، هؤلاء النجوم الذين يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز والخمسة الدوريات الكبرى متمنين أنه ينتقلوا إلى الدوري السعودي. الدوري السعودي حاليا هو يعني يشتغل على نفسه،
من أجل يعني الرفع من مستوى البطولة السعودية ويجعلها محل الأنظار بشكل رهيب جدا وتنافس على الدوريات الكبرى، وهذا باقتناء يعني اللاعبين الكبار من كبار الدوريات الخمس الكبرى. فوجهة اللاعبين من هنا فصاعدا راح تكون الدوري السعودي الذي يلبي يعني أحلام هؤلاء اللاعبين، ما يلبيش متطلباتهم بل يلبي أحلام هؤلاء اللاعبين. فراح يكون هنالك غزو كبير جدا على البطولة السعودية في الأيام القليلة القادمة من أجل الانتقال إلى الأندية الخاصة بهم. كذلك راح يكون هنالك أرباح كبيرة جدا بالبث التلفزيوني. وعلى كل حال يعني كما قلت لكم، خلاصة الموضوع هو أن الدوري السعودي راح ينشط الدوري نتاعه ويرفع من مستواه إلى المستوى العالي. وهل أنتم مع فكرة انتقال رياض محرز إلى نادي أهل جدة أم يعني ضد هذه الفكرة؟ خبرونا رأيكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.